إذا أوبر ما والسوبر. تمكن بالفعل نعم السيد السوداني من فتح ملفات الفساد يعني التي كانت موجودة في البلاد لسنوات طويلة، وهذا ما يعول عليه الجميع، إذا ما تمكن من فتح هذه الملفات، هل يخسر بالتالي بناء على ما تفضلت به، هل يخسر بالتالي الأحزاب ويجعله ذلك يعني من جانب آخر يكسب ود وتأييد الشارع، أم أن في ذلك مجازفة؟ أحسنت، سؤال دقيق. أولاً السيد السوداني إذا أراد أن يمسك العصا من المنتصف لا أعتقد سيخسر الشارع وسيخسر الأحزاب، وإذا أراد أن يكون بجانب الأحزاب سيكسب الأحزاب ويخسر الشارع العراقي، وإذا أراد أن يخسر الأحزاب ويكسب الشارع أعتقد سيكون المستقبل والتاريخ يسجل له. الحل الأمثل للسيد السوداني أن يطبق القانون، لأن القانون لا يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام، والحق يطبق على الجميع، وهذا ما تحدث اليوم في هيئة النزاهة عندما زارها، قال لا خطوط حمراء على 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 أي جهة، لا سياسية ولا على فرد. بالتالي هذه الرسالة أعتقد خلال شهرين من فرح وغرد وهلهل بمجيء السيد السوداني أعتقد سينقلبون على السيد السوداني وتتغير الخطابات والاتهامات مثلما تغيرت مع السيد العبادي أو تغيرت مع السيد الكاظمي، وبالتالي ينبغي عليه أن يكسب الشارع حتى يكسب التاريخ، لأن تاريخه حقيقة جيد وجميل، هو وعائلته لا ينبغي أن يتمسك بالسلطة من أجل إرضاء هذا الحزب أو ذاك.